أسكر المايك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. طبعا إحنا نكمل مع طلاب ماجستير الرعاية الحثيثة كلية التمريض الجامعة الإسلامية. ويمكن صراحة إحنا بنمر في أيام عصيبة في قطاع غزة. إحنا اليوم 3 ديسمبر 2020، وجائحة كورونا صراحة يعني تضرب أطناب قطاع غزة من كافة الجوانب، يعني صراحة من شماله إلى جنوبه، وبصراحة والأعداد ربما تكون يعني في تزايد في كثير من الأحيان، وهناك إرهاق يعني واضح جدا لكل مرافق وزارة الصحة الفلسطينية. ونشكر صراحة يعني عبر هذه الجلسة وعبر العلمية وزارة الصحة الفلسطينية وزارة الداخلية في قطاع غزة، أنهم يعني صراحة يعني ليلا نهارا يحاولون أن يسيطروا على يعني عدم تفشي الوباء بطريقة يعني تثقيف الناس، توعية الناس، نشر كل ما هو يعني مفيد، من حيث أنه إحنا صراحة أصبح الأمر يعني أكبر من التحمل الشخصي. صراحة اليوم محاضرتنا هي شوية من المحاضرات كمان المهمة جدا اللي بتتناول القضايا النفسية والقضايا الاجتماعية بشكل عام اللي بتكون متعلقة بالرعاية الحثيثة، قاموا بها طبعا مجموعة خان يونس وكانوا طبعا بقيادة زياد ناصر محمد الفرة والشباب اللي معهم. وصراحة الموضوع كان شيق جدا، وإحنا يعني الطلاب تم توزيعه عليهم، حنعمل نقاش سريع إن شاء الله بس إجمال للموضوع. وأنا صراحة أريد أن أتكلم هنا وعبر التسجيل، وأنه طلابنا الأعزاء هم الجنود المجهولين. أنا لا أتكلم يعني شيء من الخيال وإنما من الواقع. لدينا 7 من الشباب مصابين بفيروس كورونا، وهذا أصدق، وأنا حتى يعني أتحدث معكم أسمع يعني ربما السعلة هنا أو ضيق النفس هنا، وهذا يدل على يعني صراحة ترفع لكم القبعة وننحني إجلالا لكم. أنتم الجنود المجهولين، وليس مجاملة، هم يعملون في أقسام العناية، هم يعملون في أقسام الطوارئ، هم يعملون في كل مكان في التثقيف الصحي. 7 منهم مصابين، والباقي طبعا لا أريد أن أذكر باقي الأعضاء، ربما 5 مخالطين أيضا كانوا محجورين، وبعضهم تم أخذ عينات وينتظرون يا رب يكون يعني سلبي النتيجة. فبصراحة ورغم ذلك هم يصرون على العلم، فكل التحية لأبنائي ولإخوتي الطلبة، فحياكم الله. والآن نبدأ معك أخونا محمد الفرة، تفضل على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين. أتقدم بالشكر الجزيل للهيئة التدريسية بالجامعة الإسلامية وعلى رأسهم الدكتور عبد الكريم رضوان، وإلى الزملاء الأعزاء كلهم باسمه ولقبه، فأهلا وسهلا بكم في محاضرتنا المتواضعة عن Psychological Problems of Patients in Critical Care Unit. طبعا احنا زي ما احنا عارفين انه المرضى في الكريتيكال كير في اقسام العنايه بيتعرضوا لمشاكل نفسيه، خاصه بعد الانتوبيشن، بعد انه بسمع الزمامير، بشوف الاجهزه، بشوف الميديكال تيم ستاف، فبيتعرضوا لمشاكل نفسيه اغلبها تتمثل في ايش. في عندنا اللهم صل على سيدنا محمد، عندنا البرين انجريز، النيورولوجيكال ديسفانكشنز، الكارديوفاسكولار ديسفانكشنز، البلمونري ديسفانكشنز، التشايلد بيرث او البيدياتريك كومبليكيشنز، انفيكشن والسبسيس والشوك والتروما، الاندوكراين ابنورماليتيز، المالتي سيستم الترنيشنز، الكومبلكس سيرجيكال بروسيجرز. فهذه بدورها بتاثر على نفسيتهم، ممكن يصير عندهم اللي هو PTSD ومشاكل اللي بتصير هذه. طبعا في عندنا critical care unit environment ممكن تكون noisy, stressful, foreign، شيء غريب، confusing، مش عارف الواحد حاله في الليل او في النهار، طبعا شعور مؤلم، قلة النوم، بصير عنده sickness، مرض.
الكومن سايكولوجيكال بروبلمز في الكريتيكال كير يونت هي الاستريس والانجر والديبريشن والانكزايتي او الفير، وفي عندنا البي تي اس دي هو البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، في الديليريوم او الهلوسينيشن، هيلبلسنس اند هوبلسنس، سليب باترنز اند سليب كواليتي، بصير عندنا طبعا ديستربنس في السليب باترن، لو سيلف استيم او كونفيدنس، وبادي ايمج بروبلمز والى اخره. طبعا تطرقنا لكل مشكله على حده، عرفنا المشكله، عرفنا الاستريس. طبعا في البيشنت في الكريتيكال كير عنده ستريس كرياكشن من البادي للاستيميليشن اللي صاير عنده في بالدينجر اللي هو حس فيه. سايكولوجيكال مانيفستيشنز اوف ستريس اللي هي اجيتيشن وريستلسنس وبور دايت ودايمنشن ابيتايت اند ديستيرب سليب. بالنسبه للانجر patients in critical care unit typically demonstrate behaviors that are indicative of anger. طبعا المرضى في critical care unit بصير عنده سلوك تمام من الغضب لما يشعر به في من helplessness او frustration احباط الشغلات هذه. بالنسبه للdepression طبعا في عندنا بصير عندنا symptoms of depression related to disruption of daily functioning. يعني هذا الانسان كان عايش طبيعي فجاه مرض ما فدخل العنايه المركزه فالديلي فانكشنينج تبعته انضربت. مثلا كان موظف كان على راس عمله كان له فانكشن معينه في الديلي لايف ولكن ما قدرش فجاه انه يمارسها. بالنسبه للانكزايتي والفير بالنسبة للانكزايتي والفير clients in critical care units typically demonstrate feelings and behaviors of anxiety or fear. It is most frequently occurring as manifestations of stress. طبعا هذه كمحصلة للautonomic nervous system stimulation with increased heart rate, increased respirations, increased visual acuity, diaphoresis اللي هي السويتنج او التعرق، shortness of breath and restlessness. بالنسبه للبوست تروماتيك ستريس ديس اوردر البي تي اس دي طبعا هذا يعني موضوع غني عن التعريف اخذناه في السيكولوجي. طبعا التريتمنتس ان ان كريتيكال كير يونت از بوث ستريسفول اند سايكولوجيكالي تروماتيك فور بيشنتس. بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر بي تي اس دي symptoms have been reported in three studies to have increased by 40% to 60% in critical care survivors. يعني هذه البي تي اس دي مشكله عمالها بتزيد، زادت من يعني من 40 ل 60% في الناس اللي نجوا من الموت المحقق. بالنسبه للديليريوم او الهلوسينيشن اور اكيوت confusional state is organically caused decline from a previously attained baseline level of cognitive function. يعني هذه بتصير من انخفاض اللي هو البيزلاين ليفل للكوجنيتيف فانكشن اللي هو العمليه الادراكيه. طبعا في دراسات بتقول ان delirium is another psychological problem among the patients admitted to critical care unit. بالنسبه للhelplessness clients in critical care unit demonstrate feelings of helplessness. طبعا بصير عندهم شعور انه مش قادر يساعد نفسه او مش قادر يعمل حاجه. It relates to feelings of powerlessness associated with being unable to change what is happening. In critical care unit, patients feel hopelessness that relates to feelings of despondency and loss of optimism. طبعا هذه ايش بتعكس الشعور على loss of control feeling that an event can be managed and increased dependency on others. طبعا في عندنا sleep patterns and sleep quality. بقول لك several studies have reported the effect of altered sleep patterns and sleep quality in critical care unit patients. These are bound to have repercussion on the other psychological parameters.
بالنسبه للو سيلف ستيم، طبعا المريض في الكريتيكال كير يونت عنده شعور بعدم بفقدان الثقه بالنفس. A person with low self-esteem feels unworthy, incapable, and incompetent. طبعا شعور غير مريح جدا. Because the person with low self-esteem feels so poorly or inability about him or her, himself or herself, these feelings may actually cause the person's continued low self-esteem. بالنسبة للبدي image problem. Patients in critical care units have body image problem, intellectual or idealized image of what one's body is or should be like that is sometimes misconceived in such a problem on patients in critical care units. طيب نتكلم عن النيرسينج كير للمرضى اللي عندهم psychological problems في الكريتيكال كير يونتس. طبعا اول حاجه بتبدا في النيرسينج بروسيجر اللي هي الاسسمنت، تمام، داتا كولكشن اللي هي الايدنتيفيكيشن داتا والسبجكتيف داتا والاوبجكتيف داتا كلنا عارفينها. في عندنا الاناليسيس اوف داتا، educate client's emotional reaction and coping abilities and support resources. A stress appraisal should be done with identification of the source of stress, number of stressors, and duration of stressors. طبعا نعمل identification للcoping behavior هو عبارة عن جزء من the psychological assessment and includes assessment of adaptive and maladaptive behaviors as well as emotional stage of the illness. طبعا في عندنا الايموشنال ستيجز للالنس هم خمسه. في عندنا اللي هي اول مرحله الدينايل، بكون المريض منكر للشغله الموجوده معاه، تمام. بعدين بيجي عندنا الانجر اللي هو at loss of control and associated limitations. بعدين bargaining with a plea of for another chance and seeking of new answers or treatments. بعدين بدخل في مرحلة depression when grieving occurs due to loss or anticipated loss. بعدين آخر مرحلة اللي هي acceptance، القبول بهذا المرض أو العجز اللي صار. Nursing diagnosis طبعا هو not doctor's diagnosis. يعني nursing diagnosis إشي والدكتور diagnosis إشي تاني خالص. Two statements are required for each nursing diagnosis. في عنا جملتين بنحتاجهم لكل nursing diagnosis. Must be patient and or family focused. يعني لازم تكون مركزة على المريض أو الفاميلي أو كلاهما معا. لازم تكون measurable، لازم تكون time specific reasonable. Statement of a problem، لازم احنا نوضح المشكلة هل هي physical أو emotional أو social. Nursing diagnosis طبعا احنا بنستخدم الناندا ليست زائد الاثيولوجي اللي هو الكوز للمرض. طبعا في عندنا هنا أمثلة على some nursing diagnoses. عندنا decreased orientation, altered socialization and impaired communication, risk of acute confusion and anxiety and fear. عندنا decreased activity and self-care deficit. عندنا reduced attention and concentration, low self-esteem and self-concept. Increased ideas of guilty unworthiness. Decreased sleep and appetite. نيجي للمرحلة الثالثة اللي هي البلانينج. أخذنا الأسسمنت دياجنوسيس بعدين البلانينج، نيجي لمرحلة التخطيط. طبعا بمجرد ما إنه إحنا نحدد مشكلة المريض لازم نبدأ في البلانينج. بتكون البلانينج من إيش؟ من ديترمايننج برايورتيز، تحديد الأولويات، سيتينج جولز، وضع الأهداف، سيلكتينج نيرسينج أكشنز، اختيار الأعمال التمريضية، developing or writing the nursing care plan اللي هي الـ NCP.
بعد البلانينج بتيجي عندنا الامبلمنتيشن اوف نيرسينج اكشنز اور الراشونال تبعها او اللي هو المبرر تبعها. طبعا في عندنا ليبل اي دي سي اللي هو اندبندنت وديبندنت وكولابوراتيف. في عندنا الراشونال بيقول لك تيلز واي ايتش اكشن شود هيلب اتشيف ذا جول اند بروفايد ذا ريزون واي انترفينشن از انديكيتد. Nursing interventions for clients in the critical care unit include هنستخدم عندنا use of empathy and compassion, focus on aspects of the client's life where positive, spiritual assessment and reinforcement, support of family and significant others, allowing client dignity, client control and use of pain management. بعدين مرحلة الـ evaluation في عندنا سؤال بيقول لك have goals been partially or fully met؟ يعني نيجي نحن نقيم بنسأل حالنا هل الهدف احنا وصلنا له بشكل جزئي ولا بشكل كامل؟ بعدين بنعمل describing لـ terms of outcome criteria، يعني بنوصف بالمصطلحات للـ outcome اللي احنا وصلنا له. How would you revise the plan of care according the patient's response to current plan. بعدين في عندنا مرحلة الـ re-evaluation اللي هي الـ reassessment, revise diagnosis, make a different outcome, revise intervention, or revise the time or duration. وهنا بنكون وصلنا لآخر المحاضرة، وأرجو ألا أكون قد أطلت عليكم، ولعنده أي سؤال أو استفسار إحنا جاهزين بإذن الله. الله يعطيك ألف ألف عافية محمد، الله يسعدك، ممتاز ممتاز، يعني والتزمت بالوقت وهيك يعني صراحة، عشان إحنا ما برضو ما زي ما قلنا ما تغلبناش كثير الموضوع هذا إن شاء الله. فبصراحة يعني الموضوع كان مش بس إنه يعني بنقدر زي ما حكيت في البداية نلمه في محاضرة أو لقاء واحد، يمكن أكثر الناس اللي بيعانوا من الأمور النفسية خلينا نقول حتى وتبعاتها هم مش بس مرضى الكريتيكال، كمان ذويهم زي ما انت حكيت وتفضلت. وصح نحاول نطبق ما استطعنا من نيرسينج كير بلان او حسب ما احنا تعلمنا النيرسينج بروسيس. يمكن كثير من الناس بصير عندهم البي تي اس دي زي ما انت قلت، كثير من الناس يصير عندهم سايكولوجيكال بروبلم، في منهم بصير عندهم يعني صدن سايكولوجيكال، حتى يعني خلينا نقول مثلا يعني سايز اند سيمتومز، وربما تكون اقرب ل يعني زي السايكوسيس، وهذا شيء بخوف يعني مرات، لأنه مش كل الناس بيتحملوا ومش كل الناس بيقدروا يعني يستوعبوا الحدث اللي صار. عموما احنا يعني كويس قاعدين بنتكلم بشكل واضح انه احنا مرات الانسان مش بس دوره تقديم رعاية تمريضية بس. بأكد كمان مرة بعد يعني صراحة انا شكرتكم في البداية، ولازلت كمان مرة بقول انتم الجنود المجهولين اللي عمالكم يعني منكم 7 مصابين وعملكم تكافحوا، ويعني ومنكم يعني إن شاء الله لسه باقين على العهد. فليس فقط هي قضية بايو، احنا قلنا في بايو في سايكو. بايو كلنا بنلبس البي بي اي ونروح ونشتغل ونروح على المرضى وبنتعامل معهم، نعطيهم المحاليل، نعطيهم المطلوب لهم ماشي وتتنفس. لكن السايكو السوشيال سبريتشوال هذه تنقص عند باقي المهن الصحية، إلا عند التمريض بالذات موجودة بكثير. إن شاء الله يكون يعني كمان لكم لمسة وبصمة واضحة جدا زي ما أنتم تناولتوا في حالاتكم لما عملتوا لها ديسكشن وناقشتوا من كل النواحي، كمان يكون هذا على واقع العمل إن شاء الله يكون واضح، خاصة أنه الناس مساكين، الناس مش كل الناس تستوعب. إحنا اليوم في عهد الكوفيد 19 وفي كتير شوية إشكالات مش قادرين نعرف إحنا وين رايح، وتغير الفيروس، تغير الأعراض، تغير خلينا نقول يعني اللي بتظهر عليه، وتغير العلاجات حتى بشكل عام، وإشي بيكون عنده يعني البيك عالي وإشي. فإحنا مضطرين نتعامل نفسيا مع الناس علشان نقدر نغرس مفاهيم ونقدر نفيدهم بإذن الله يعني أكثر. أنا بكتفي بالتعقيب تبعي الآن، إذا في أي حدا حابب يتكلم بس كلمتين بدناش نطول عشان إحنا ندخل في الجلسة الثانية، أو نقدر نأخذ النقاش الثاني مع مجموعة الوسطى مع أخونا الأستاذ أحمد إسماعيل. فإذا ما في سؤال معين ممكن نجيب، ما فيش سؤال ممكن إحنا نتوقف ونفتح الجلسة اللي بعدها. فاللي حابب يتفضل يرفع إيده ويتفضل يحكي.
يعني نقول تمام إن شاء الله. طيب إذن كمان مرة أنا بأشكر طبعا مجموعة الخان يونس، زياد أبو طعيمة، محمد الفرا والإخوة اللي معاه، صراحة أتحفونا في موضوع السيكولوجيكال بروبلمز اللي هو أمانج كريتيكال كير بيشنتس، وإحنا صراحة كانوا مبدعين حتى في تسجيلهم وإن كان في ظروفهم الصعبة، وأنا صراحة بحييهم رغم عدم استطاعتهم لأنهم لاقوا بعض، لأنه من نفس المجموعة في من أصيب بفيروس كورونا وفي منهم يعني صراحة من خالط، فأشكرهم شكرا جزيلا إن شاء الله. والآن نقفل الزوم بإذن الله عشان نفتح الزوم للجلسة الثانية مع إخواننا في مجموعة الوسطى اللي هو مع الأستاذ أحمد إسماعيل بإذن الله، اللي حيتكلمون على البيشنت أند فاميلي كونسلنج. فلعندها إن شاء الله بنقول بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.